عمل يا هو اللي يسبق تعليم لو تعلم تعليم يقود لعملية التعلم. التعلم شو الفرق بين التعليم والتعلم اخوان؟ ممكن تعرف هاي الفرق بين عملية التعليم والتعلم؟ التعليم التعليم إلى سن معين، التعلم ما له سن معين. التعليم يبدأ احنا عندنا في عمر 6 سنوات مو هيك، وينتهي من يتخرجون من الكلية مو لا هذا سن التعليم اللي عندنا. التعلم يبدأ من الولادة وينتهي بالوفاة، تمام لو لا؟ التعليم عملية مقصودة، أنا أقصد أريد أعلمك شنو، أعطيك مادة معينة. التعلم لا، تكون مقصودة وربما غير مقصودة مو لو لا. بعد النقطة اللغة إنه ما دام صارت عملية مقصودة إذن يخضع إلى مؤسسات تربوية هي اللي تتبنى، مثل المدرسة، الروضة، المتوسطة، الإعدادية، الكلية. التعلم مو بالضرورة. وضحت الفكرة أخوان؟ ميزتوا؟ إذن علم النفس التربوي تعريفه هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الإنسان في الجانب التربوي بالمدرسة من جوانب الوجدانية والإنفعالية والعقلية والمعرفية، مو هيك؟ بأسلوب علمي من أجل جمع المعلومات والاستفادة منها في عملية التعليم والتعلم. شو اسمك وليدي؟ علي حمزة. زين، شو الموضوعات اللي يتناول بها أستاذ علي؟ هسه الآن هسه عرفنا علم النفس، علم النفس التربوي، ميزنا بينه وبين علم النفس، مو هيك؟ هسه الآن نريد نعرف شو الموضوعات اللي يتناولها علم النفس التربوي. أول وحدة يعني شنو؟ يعني علاوي يركز هذا الموضوع على مراحل النمو الإنساني، على مراحل النمو والعوامل المؤثرة بجميع الدراسات. شو تقول؟ تقول بأنه الإنسان لا يمر بمراحل نمو متساوية، يعني بنمو مستمر، لا، أكو مراحل يسرع بها النمو، معدل النمو بها يسرع، وأكو مراحل أخرى يبطئ بها، وأكو أوقات يكون نمو الأناث أسرع من نمو الذكور، وبالعكس أكو أوقات يكون بها نمو الذكور أسرع من نمو الأناث. فإحنا كل هاي المواضيع من اللي يدرسها؟ وياي لو لا؟ علم النفس هذا واحد من الجوانب. علي حسين؟ علي حمزة؟ أريد علي حمزة، أريد محمود شاكر. الواحد يجيك لا تخاف. يلا وين محمود شاكر؟ علي علي حمزة، هذا علي حمزة. يلا محمود، الموضوع الثاني اللي درسه شنو هو؟ ها وليدي؟ وين علي حمزة والمرد محمود؟ ما محضر. أريد ليث حميد. ما عندكم هذا ليث حميد؟ ليش؟ هو هذا قلتوا عليه نجاح؟ أنا سجل يمي. أريد نشأت. يلا بنيتي وين نشأت؟ يلا بنيتي، الموضوع الثاني شنو اللي درسه علم النفس التربوي؟ شنو معنى الدافعية؟ شرحي لي تفضل. شنو معنى الدافعية بنيتي؟ سد اللغة. ها بنيتي نشأت بعد غير الدافعية شنو بيئة التعلم؟ انت بس حافظة رؤوس نقاط يعني ما محاضرة. ليش بنيتي نشأت؟ نشأت حشت على الدافعية مو؟ يلا اريد مرتضى عبد العالي، كمل على الدافعية. وين مرتضى؟ يلا وليدي. أريد يونس. نعم. يلا سولف لي على الدافعية. استاذ الدافعية استاذ توفر الحافز استاذ، والدافع استاذ لخوض استاذ معلومة استاذ أو دراسة علم معين. إيش نقصد بالدافعية أول مرة؟ هذا واحد من المواضيع اللي يتناول دراستها علم النفس التربوي اللي هي الدافعية. ماذا نقصد بالدافعية؟ دافعية استاذ يعني استاذ دافعية استاذ لخوض هذا العلم استاذ دراسته استاذ. إيه وليدي شنو الدافعية؟ عافيه، هاي مكتوبة عندكم بالملزمة، الرغبة والمناخ المناسب. بعد الدافعية هي جميع العوامل الخارجية أو الظروف الخارجية أو الداخلية التي توجه سلوك الإنسان باتجاه معين. وضحت الفكرة أخوان؟ لا تكتبوا، موجود عندكم، موجود. الدافعية هي عبارة عن جميع العوامل اللي توجه سلوك. إحنا شنو عندنا المتعلم؟ نشتغل على شغلنا على المتعلم مو؟ سواء كانت خارجية أو كانت داخلية. الدفعة
القيام بسلوك معين اللي هو مثلا ارتفاع مستوى تحصيل الطالب حبه للمادة الدراسية. وضحت اخوان؟ وضحت الفكرة؟ اذا هذا واحد من المواضيع التي يهتم بدراسته علم النفس التربوي. بعد يونس بيئة التعلم استاذ يجب ان تكون بيئة التعلم استاذ مناسبة يجب ان تكون مناسبة استاذ الظروف الدراسية استاذ ايه حتى تحقق العلاقة بين من؟ ايه يجب ان تكون ملائمة حتى العلاقة بين اربع عناصر شنو هي؟ يلا يا يونس ايه احكي طاقس هو طول مجال الطالب والمدرس والمنهج والمدرسة البيئة التعليمية معناها جميع الظروف الخارجية اللي تحيط بعملية التعلم. بعض الأحيان يصحوا له الظروف الفيزيقية تحيط ببيئة التعلم يعني اللي توثق الصلة والاتصال ما بين الطالب من جهة والمدرس من جهة أخرى وما بين المنهج الدراسي من جهة وما بين المدرسة باعتبار أنه المدرس هو الشخص الذي انتخبه المجتمع ليؤدي فلسفة التربية مو هيك بواسطة مؤسسات التربية اللي هي من هي المدارس. وضحت الفكرة؟ فيجب أن تكون العلاقة ما بين المدرس وما بين الطالب ما بين المدرسة وما بين المنهج علاقة إيجابية وجيدة مو حتى يستطيع الطالب يعني المدرس يأثر بالطالب ويتأثر الطالب بمدرسه. لذلك احنا نقول دائما المدرس قدوة مو ونقول المدرسة هي عبارة عن مصنع لصناعة الأجيال مش نفسرها احنا بواسطة أداتها شنو هي اللي هو المنهج الدراسي. إذن هاي واحد من المواضيع اللي يهتم بدراستها من هو يونس علم النفس التربوي. بعد بمن يهتم علم النفس الفروق الفردية من المواضيع الأخرى المهمة اللي يدرسها علم النفس التربوي هو الفروق الفردية الموجودة ما بين الطلبة من حيث استاذ الجسد استاذ إيه من حيث الذكاء خصوصا استاذ ذكاء نموه من حيث البيئة من حيث الوراثة اللي مرون بها معناها مراعاة الفروق الفردية. علم النفس التربوي يسلط الضوء على هذا الجانب على الفروق الفردية اللي موجودة ما بين الطلاب سواء كان لأسباب بيئية أو أسباب وراثية. وضحت؟ إذن هاي مواضيع التي يهتم بدراستها علم النفس التربوي اللي هي شنو هي؟ أول وحدة يونس إيه؟ خصائص النمائية. ثانيا التعلم. ثالثا الدافعية. رابعا الفروق البردية. خامسا البيئة. مو تعلم شنو التعلم؟ شنو نقصد به يونس؟ ما تناولته. شنو التعلم؟ التعلم مو بيئة التعلم معناه يتناول من حيث نظريات التعلم خصائص التعلم شروط التعلم الظروف اللي يحدث بها التعلم كل هاي الأمور من يسلط عليها الضوء؟ يسلط عليها الضوء علم النفس التربوي. وهاي يونس عاشتيلة أريد عباس نعيم ها؟ أنت عباس نعيم؟ أريد رضاب ما جاي يا رضاب هاي نسجلها غائبة إيمان محسن شنو أهداف؟ إيه هذا واحد من المواضيع الأخرى التي نهتم دراستها بعلم النفس مو اللي هي القياس والتقويم بنيته مو ذي تحكي يا قدرة القياس والتقويم في عملية القياس تناول مدى استيعاب وذكاء المتعلم عافية والذكاء الذي شنو الفرق بين القياس والتقويم؟ عفية عشرية عجبتيني. نقيس مستوى التعلم الموجود عند الطلاب. القياس يعني معناها نحولها إلى واسطة أداة اللي هي إحنا نسميها شنو الاختبار. الاختبار شنو تعريفه؟ هو عبارة عن عينة مستلمة من المادة الدراسية. يعني معناها المادة الدراسية اللي أنا أنطيكم إياها. أختار من عندها مجموعة من الفقرات أسألكم بها بالامتحان. مو هيك؟ أختبركم وضع حتى أقيس مقدار فهمكم. أضع لكم تقدير كمي
أقيس مستوى فهمكم، إنه بعد ذلك أنطلق إلى عملية أبعد سميناها شنو قالت أختكم؟ قالت القياس والتقويم. التقويم إيش نقصد به؟ لا مو نقيم، إذا تقولين تقويم تختلف عن عملية شنو الاختلاف؟ رضا باسمك؟ إيمان. شنو الفرق بين التقييم والتقويم؟ هسه تجي بتطار التقييم، انت فتحتي هاي الباب على روحك. شو الفرق بين التقييم والتقويم؟ تقييم عن مستوى استيعاب المعلومات. تقييم انا اريد اقيم شو اسمك؟ ايمان. اريد اقيم ايمان، اريد اقوم ايمان، شنو الفرق بيناتهم؟ لا مو هي دا اسال ايمان. يلا بنيتي شنو الفرق بين كلمه التقييم والتقويم؟ ايهما اصلح، تقييم لو تقويم؟ تقويم خوش دي تحكي، خوش دي تحكي بس من الصوت شلون بنيتي. التقييم شنو؟ اقيس مقدار الفهم، مو شي قصدي. قلتي لي ايش قلتي لي؟ قياس ايه تقويم. التقويم يعني وضع الثقه كثير، اصلاح مستوى. والله ورده. شو اسمك بنيتي؟ زينب. سمعت ايش قالت؟ ايش قالت؟ التقييم هو اصدار حكم على شيء معين. طلاب صف الثالث جيم جيدين، قيمتكم فضوا شنو؟ في ضوء أداة قياس قستها اللي هو الاختبار فرضاً، مو لو لا الاختبار الطلاب، قل الطلاب شعبة جيم قيمتكم بأنه أنتوا جيدين لأن اختبرتكم مادة علم النفس التربوي وجاوبتوني فأقول عليكم قيمتكم. التقويم شنو؟ هو عملية شنو؟ تصحيح الجانب الخطأ الموجود عندك، بحيث ما أتوقف عند عملية إصدار حكم لا، وإنما أصحح الأخطاء الموجودة. مو بس أقول إنه عملية أقيم حالتك لا، وإنما أعطيك العلاج لردم الفجوة الموجودة ما بين واقعك والشيء اللي أنا أنشد له. ميزوا بين التقييم والتقويم. التقييم إصدار قيمك، إصدار حكم عليك، أقومك أصحح الأخطاء الموجودة. لذلك إيش قال من المواضيع اللي يهتم بها علم النفس التربوي؟ القياس وتقويم لمستوى الطلبة. مو لو هيك، مو هيك حكيتيها إيمان. انقيس ثم بعد ذلك إن قومهم، يعني لما أنا أمتحنك أو أنت باكر بعد يومين ثلاثة بالتطبيق تمتحن الطلاب وتأخذ درجاتهم تروح تصححها أوراقهم وترجعها من جديد إلهم، لا تتوقف عند هاي اللحظة. مو هذا حسين تطي 50 وعباس تطي 100، لا لا هاي مو هاي القضية، مو قضية تقييم. الأبعد من عندها شنو؟ هي عملية التقويم. شلون تقومهم؟ من نشوف شو الأخطاء اللي واقعين بها الطلاب وتبدأ بعملية إيجاد حلول إلها. لذلك يقول لك أنت من تمتحن الطلاب ثاني يوم خصص لك محاضرة حل الأسئلة الموجودة، صح؟ لأنه مو كل الطلاب جاوبوا مستوى واحد، وبالتالي أنت بهيك طريقة صححت الأخطاء اللي موجودة عندهم، صار عنده عملية تقويم لو لا، بحيث من تمتحن مرة ثانية راح يعطيك الإجابة الصحيحة، ما خليته على الخطأ الموجود عنده. وضحت؟ هذن المواضيع اللي يهتم بهن علم النفس التربوي. كملي لي بنيتي، شنو أهداف علم النفس التربوي؟ أهداف علم النفس التربوي إيمان. مو بنيتي؟ إيه إيمان. إيمان محسن. شو اسمك بنيتي؟ زينب. يلا زينب. أهداف علم النفس التربوي عام. هاي هذا كل علم من العلوم يشترك بهذه الخصائص، مو اللي هي شنو هي؟ الفهم والتنبؤ. واحنا هذه المواضيع الثلاثتين تطرقناها بعلم النفس، من درسنا علم النفس هاي المواضيع الثلاثتين، وقلنا الفهم شنو زين ابوي؟ شنو الفهم؟ شنو الفهم؟ حل المشكله. ايه عندما نعرف سبب المشكله وتاتي مشكله ثانيه نعرف حل المشكله. عفيه يعني معناها نعرف اسباب حدوث هذه المشكله ونفسرها حتى نوصل الى مرحله ثانيه اللي هي شنو هي؟ مرحلة التنبؤ. بمعنى آخر إذا ما شاهدنا هذه الأسباب التي درسناها في مشكلة معينة في مكان آخر راح نتنبأ بحدوث هذه المشكلة حتى نوصل لوين؟ للضبط اللي هو شو الهدف من عدة زينب؟ عفية المعناها التقليل من الأضرار الجانبية الموجودة أو تعديلها. غير وضحت الفكرة أخوان؟ هاي بالنسبة شنو؟ هاي الأهداف العامة لعلم النفس باعتبار علم النفس التربوي، باعتبار علم كبقية العلوم الأخرى.
بعدك وعندنا أهداف أخرى اللي هي الأهداف الشنو؟ الهدف النظري وهدف تطبيقي. عفوا، شنو نقصد بالأهداف النظرية؟ الهدف النظري هو توليد المعرفة النفسية ومن خلالها المرتبطة بمناهج البحث العلمي. إيه. التي ترتبط بالدافعية والذكاء ومواضيع علم النفس التطور. إيه. أما هدف تطبيقي هو تطبيق ونقل المعرفة العلمية الثابتة. أريد أمجد شيشان. وين أستاذ أمجد؟ راسم شنو؟ لا ليش اسمه موجود عندي؟ زين. أريد دعاء سليم. يلا بنيتي. احكي لي على الهدف النظري والهدف التطبيقي اللي حكيت عليه أختي زينب. زينب ترى أعرف أقرأ والله أنا. أريد تشرحي لي بوي. شو اسميه دعاء؟ ايه يا ريت تشرحي لي بوي. شنو الصعب بي؟ هدف نظري وهدف تطبيقي. الهدف النظري يقول يا احنا جميع الدراسات اللي نتناولها بالدافعيه بالمحفزات بنظريات التعلم بالسلوك اللي موجود، هاي المعلومات النظريه نحولها الى عمليه تطبيقيه وين؟ عند الطلاب. صار بهدف نظري وصار بهدف تطبيقي. هاي هذا الموضوع بنيتي. عرفت الفكرة شنو الهدف النظري؟ معناها العلوم اللي احنا نجريها او يجروها المختصون في ميادين علم النفس احنا نحاول نطبقها على طلابنا باعتبار احنا طلابنا هم المادة اللي احنا جاي نشتغل عليهم، مو لا لا. فمعناها المشاكل اللي يعانون من عندها الطلاب نطبقها، نطبق الاساليب العلمية اللي موجودة في النظريات النفسية الموجودة نطبقها في دراسة هذه المنهج ونطلع بنتائج. وياي بنيتي لو هي الملزمة ويا. طيب شنو أهمية علم النفس التربوي؟ شو اسميك؟ دعاء. يلا أريد هاي دعاء سليم. أريد زهراء محمد عبد الحمزة. غائبة اليوم زهراء. أريد دعاء كاظم. وين هسه الدعاء؟ يلا بابا. شنو أهمية علم النفس التربوي؟ أهمية أول شيء تزود المعلم بالمبادئ الأساسية والنظريات من أجل فهمها والوصول إلى داخل غرف الصف والوصول إلى حل المشكلة بين للمعلم أو المتعلم. أول أهمية إنه سلط لنا الضوء على نظريات التعلم اللي إحنا نأخذها. احنا مدرس طلاب، اذا نحتاج الى اساليب وطرق في عمليه التعلم. هذا علم النفس التربوي سلط لنا الضوء على هذه النظريات، يعلمنا ايش قالت كل نظريه من النظريات. عندنا العديد من النظريات هسه ان شاء الله تاخذوها بالمحاضرات الجايه. فهاي النظريات كل وحده لها وجهه نظر، لها اسلوب، لها طريقه في عمليه التعلم. فبالتالي علم النفس التربوي اهميته تكمن انه يسلط لنا الضوء على هذا الجانب باسلوب، يعني معناها نقوم ندرس باسلوب علمي، نقوم ندرس الحالات اللي موجوده عندنا باسلوب علمي ومنطقي. النقطه الثانيه تساعد على الابتعاد مدخلات عمليه التعلم. لا اكو قبلها، لما احنا ندرس نظريات التعلم بصوره علميه. هاي وحده، شفتوا هاي وحده مرتبطه باللغه. يعني اي لما ادرس نظريات التعلم وادرس واطبقها بصوره علميه راح تبتعد ابتعاد كلي عن من؟ عن جميع الفوضى والعشوائيات الموجوده في عمليه، لان اصبحت عمليتي عمليه ممنهجه منطقيه، اصبحت مقننه، مو هيك لو لا. وضحت الفكرة هنا؟ إذن أهميتها تكمن هنا، راح يخليني أدرس نظريات التعلم وأتعلم لها، وراح يخليني أبتعد عن العشوائية، والنوب بعد ذلك؟ مساعدة على تعرف المداخلات، مدخلات عملية التعلم ومخرجاتها. منو؟ مدخلات عملية التعلم وش تقصد بيها زميلتكم اللي قالتها؟ شو اسمك بنيتي؟ ها؟ دعاء كاظم. مريض صفاء عزيز. وين بنية وليت الصفاء؟ يلا دعاء. دعاء كاظم عافية. يلا صفاء. سيد صفاء انتبهي لبنيتي، قالت مدخلات عملية التعلم ومخرجاتها. شنو مدخلات عملية التعلم؟ ما قالت كلمة تمر عليكم هيك اعتباطا. شنو المدخلات؟ صفاء في متعلمينا.
إيه؟ مدخلات عام. شوفوا شوفوا ست صفاء بوي. مدخلات عملية التعلم، قسم من التربويين ينظرون لعملية التعلم كأنه عبارة عن عملية صناعة. وكل صناعة بها مدخلات، عمليات، مخرجات. كل صناعة بها مادة أولية نجري عليها عملية تعديلات تطلع عندنا منتوج. أكو غيرها؟ كل الصناعات. بما أنه إحنا نتعامل مع عقول، مو هيش نتعامل مع عقول؟ مو لا لا، إحنا كمدرسين، أنتوا كذلك كمدرسين تتعاملون مع عقول، يعني معناها عندكم مدخلات. مدخلاتكم شنو؟ لا أنا ما تعاملوا ويانا، أنتوا الطلاب. مدخلات عملية التعلم الطلاب، مدخلات عملية التعلم الطلاب. أنتوا طبون عندي من المرحلة الإعدادية، طبيتوا الكلية بصف أول، صرتوا مدخلات. قد عددكم موجود مو؟ خلال هذه المرحلة، مرحلة الكلية، أنا أجري عليكم مجموعة من العمليات، مو لا لا، أعطيكم مواد، سوي لكم اختبارات، اختبارات ذكاء، اختبارات نفسية، اختبارات تحصيلية، مو لا لا، أبدأ أوجهكم وأدربكم حتى أسويكم مخرجات لعملية عملية التعلم مالتي اللي هي تروح إلى سوق العمل. وياي بنياتي، وياي أصبحت عملية. شنو عملية؟ شنو مدخلات عملية التعلم بنيتي؟ إيه؟ أنا شو تسألك على معلومات بنيتي؟ مدخلات عملية التعلم أنتو الطلاب، والعمليات اللي نجريها عملية الإعداد خلال هاي المرحلة، مرحلة الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية، الكلية، هي هاي عملية عمليات. وأنه بعد ذلك إحنا نعدكم ندخلكم إلى سوق العمل، صرتوا عندنا مخرجات. وإحنا شلون نقيس نجاح عملية التعلم أو فشلها؟ من خلال من؟ من خلال شنو؟ من خلال مخرجاتها، صح؟ من خلالكم انتو بعد يومين ثلاثة من ردين قيمون مستوانا احنا، من خلال انتو قدرتكم على اداء دوركم بالمجتمع بالمدارس، من تقودون عملية تربوية مستواكم هو راح يعكس مستوانا احنا، صح؟ عرفتوا الفكرة؟ هاي من يسلط عليها الضوء؟ يسلط عليها الضوء اهميتها، يسلط عليها الضوء علم النفس التربوي. وضحك؟ بعد منو كانت بنيتي وياي؟ ايه بنيتي، ركزي وياي النوم. ايه بعد النقطه الاخرى انه اهميته بمن الاستفاده من المبادئ والنظريات النفسيه. عرفتوا هسه الفكره وين؟ عرفتوا اختكم ايش قالت هناك بالنقطه الاولى؟ الاستفاده من نظريات التعلم، اكو جانب تعليمي هنا، لا النظريات النفسيه، نتعرف على الدراسات التي اجريت بالجانب النفسي بمن بالنمو والدوافع والذكاء والذاكره. فهمتوا الفكره؟ الدراسات اللي تناولها في هذا الجانب المختصين في علم النفس، الدراسات في هذا الجانب احنا نستفاد من عدها في علم النفس التربوي، ونسعى الى عملية تطبيقها ونسلط عليها الله. شو اسمك بنيتي؟ ست صفاء. اكو واحد عنده سؤال على موضوع؟ اكو شيء ما فهمتوا اخوان؟ شنو تعريف علم النفس؟ تعريف علم النفس التربوي؟ فرق بينه وبين علم النفس التربوي؟ المواضيع اللي يتناولنا بها علم النفس التربوي يتناولها، أهدافه، أهميته. أكو واحد عنده سؤال؟